احنا دلوقتي في قاعه المناسبات الرسميه، اول ما ندخل القاعه هنتلاقي في ظهري على طول ديفا ترنت الملابس، الموظفين القائمين على خدمه العربيه الالاي الخصوصي اللي قدمتها الامبراطوره اوجيني للخديوي اسماعيل في افتتاح قناه السويس. بس هو بالفعل ما استخدمش العربيه ديت، اللي استخدمها بالفعل في زفافه الملك فاروق، واستخدمها في حلف اليمين في البرلمان، واستخدمها الملك احمد فؤاد برضو في حلف اليمين في البرلمان، وعمل فيها تغييرات كتب عليها اسمه من الداخل فاروق الاول. اللبس اللي ورانا دوت بقى، اول حاجه على الشمال كده ده لبس السائق اللي هو بيقعد على كرسي السائق بتاع العربيه الالاي الخصوصي. العربيه الالاي الخصوصي كان بيجرها 9 خيول، 8 خيول غير الدليل. الدليل بيبقى في المقدمه اللي هو لبس الدليل اللي في الجهه اليمين دوت. اللي في النص دوت لبس الامشجي، كان جنب كل حصان بالظبط كان بيمشي امشجي او بيجري امشجي جنب الحصان، بيطلع من هنا لحد قصر عابدين جري، بس بيقابلهم اصطف في النص في وسط الطريق عشان يريحوهم يعني. في الجنب الثاني، نبص على الجنب الثاني، ايوه في الجنب الثاني يعني تلاقي لبس الاستيفا اللي هما بيقوموا على خدمه الملك خارج القصر وداخل القصر. شمال ويمين هتلاقي العربيات الكوبي الاميرات اللي كانت بتركبها او بتستخدمها الاميرات، وفي كمان هتلاقي عربيه نصف الاي دي كانت للسفراء الاجانب والملوك الاجانب. كمان في عربيه، العربيه اللي هي الكرفان، العربيه الكرفان ديت كانت بتستخدم لنقل الاساس، والعربيه التباصير، العربيه التباصير دي كانت بتستخدم لنقل الاساس برضو، وكانت بتستخدم للهمم بتاعتهم زي الاعلاف بتاعه الخيول الحاجات دي كلها. كمان في عربيه مطبخ، يعني كل عربيه هنا عندنا لها استخدام، لها استخدام معين. كمان في عربيه برضك لرحلات الهرم اسمها عربيه فيتون، في عربيه اسمها اميني بوس زي الميني باص دلوقتي، دي كانت بتستخدم للسفر للشماشرجيه وكبار الضباط اللي هم كانوا بيشتغلوا في القصر، في القصر الملكي. بس العربيه الالاي الخصوصي اللي انا عايز اوضحه لك برضك، ارجع لك تاني واقول لك العربيه الالاي الخصوصي، لان العربيه دي تحفه فنيه، الزخارف، التيجان، ال مصنوعه من ايه بقى؟ التيجان دي ايه والزخارف والحاجات دي؟ مصنوعه من النحاس المذهب، عليها زخارف طبعا زي ما حضرتك شايف كده، عليها تيجان شعر الملكي، لها كرسي ورا. الكرسي حضرتك لو بصيت كده في العربيه تلاقي في كرسي ورا في الخلف، ده كرسي الجروم اللي هو بينزل يفتح الباب للملك وهو راكب العربيه، وينزل السلم يطلع الملك يفتح له العربيه.